الوضع الوبائي في تونس، ومؤسسات رفع النفايات الطبية في إضرابه. الدكتور حاتم الغزال يؤكد تراجع موجة كورونا بداية من هذا التاريخ. في تفاصيل أخبارنا، بداية بمستجدات الوضع الوبائي، نفى مدير معهد باستور ورئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي لوسيرا وجود أي تستر على الحالة الوبائية في تونس، مؤكدا أن عملهم في إطار الشفافية التامة من أجل الحد من انتشار الفيروس، مشددا أيضا على ضرورة عدم التشكيك في عملهم. التفاصيل في التسجيل التالي. اللي فما معناها حالات اللي هي ما عملتش الكونفيرماسيون وما عملتش التيست واللي هي ما تحطتش دون الستاتيستيك، تو اليوم البارح مثلا فما حوالي 3500 حاله جديده. اون سيغ اللي فما اكثر، خاطر فما حالات ما تمشيش تعمل كونفيرماسيون وفما حالات اخرى اللي ناس معناها ساعات ما تفطلهاش العدوى بلا اعراض. الحالات راهو اللي نقولوا فيهم الايجابيه هما حاملين الفيروس، واللي يحمل الفيروس فيها عدة معناها حالات، فما حمل الفيروس بلا أعراض، فما حمل الفيروس بأعراض بسيطة، وفما حمل الفيروس ساعات بتعكرات، وكذلك هي الحالات، لكن ما فماش تستر. أون توكا أنا اللي نشوف فيه والحضور بتاعي والنقاشات اللي نعملوا فيهم ما فما حتى تستر، ودو توت فاسون تستر على شنو؟ احنا من أول الوحدة أون إيتي ليست بلي كوست باهوم، معناها نحكي في البلدان في المنطقة كل شيء. وتشوف اليوم حتى الارقام، معناها الارقام مرتفعه كي نقارنوهم بالنسبه لافريقيا، علاش؟ على خاطر اون بون سيستيم. وفي نفس السياق اكد الدكتور حاتم الغزال ان نسبه اصابات فيروس كورونا دون اعراض كانت في السابق قرابه 30%، وهي اليوم تقارب 50%، مرجحا ان تكون هذه الموجه موجه اصابات وليست موجه وفيات كما كان في السابق. وبين الدكتور في تدوينه نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان نسبه الاصابه باعراض خفيفه ومتوسطه ولا تحتاج الى الاكسجين تقارب 50%، مضيفا انه كل من شعر في هذه الايام او الأيام الماضية بإرهاق غير معتاد وبأعراض الزكام في الأغلب أنه أصيب بفيروس كورونا. من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم غرفة مؤسسات معالجة النفايات الاستشفائية وليد المرداسي في تصريح لإذاعة موزايكا فام اليوم دخول 9 مؤسسات معالجة النفايات الطبية في إضراب مفتوح على خلفية عدم سداد ديونها المتخلدة لدى وزارة الصحة وعدم منحها ترخيص للترفيع في طاقة استيعابها من طرف وزارة البيئة، وللمطالبة أيضا بطرح خطايا تجاوز طاقة الاستيعاب التي حررت في شأنهم أثناء جائحة فيروس كورونا. كما أبرز المتحدث أن وزارة الصحة لم تقم بخلاص مستحقاتهم التي بلغت 5 مليون دينار منذ 7 أشهر، مشددا على عدم تفاعل وزارة الصحة والبيئة مع الموضوع، كما حذر من إمكانية عدم رفع الفضلات الطبية من المستشفيات لمدة 3 أو 4 أيام. وطنيا، أكد رئيس منظمة ترشيد المستهلك لطفي الرياحي أن النقص الحاصل في مادة السكر لا علاقة له بالاحتكار، باعتبار أن الديوان التونسي للإدارة هو المزود الرسمي والوحيد لهذه المادة، مرجعا أسباب فقدان السكر في الأسواق والمساحات التجارية إلى أزمة تزويد وسيولة وفق تقديره. كما أشار الرياحي في تصريح ندل به لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى أن النقص الحاصل في مادة السكر يعود بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مختلف الأسواق العالمية. من جهة أخرى، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحميدي في تصريح لإذاعة شمس فهم أن أزمة القضاء ما تزال مستمرة، بل أصبحت أكثر تعقيدا بعد اقتطاع أجور القضاة وبعد تدهور صحة أحد المشاركين في إضراب الجوع منذ أكثر من 23 يوما، وهو القاضي محمد صالح الكنزاري. وأضاف الحميدي عدم تفاعل كل من السلطة التنفيذية ومن رئاسة الجمهورية رغم خطورة ما يحدث حسب قوله. دوليا، رفع الناشط الحقوقي والمحامي الجزائري منير قتال شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المغرب إثر مقتل أفارقة مهاجرين بلغ عددهم أكثر من 20 قتيلا. وتتضمن الشكوى الجزائية التي تحمل طابع المستعجل أن الأفارقة المهاجرين والذين بلغ عددهم أكثر من 2000 دخلوا التراب المغربي بصفة قانونية. ختام نشرتنا الأخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الهاشمي الوزير يوضح حقيقة الوضع الوبائي في تونس. مؤسسات رفع النفايات الطبية في إضراب. ودكتور حاتم الغزال يؤكد تراجع موجة كورونا بداية من هذا التاريخ.
كانت معكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.